نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إماتة للبدع، فلا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ شيء من القرآن. والله سبحانه وتعالى اختار هؤلاء الأبناء، وكما جاء بالحديث الغريق شهيد، فكيف بمن لم يخطط بالقلم في صحيفته؟ ومن كان خرج من هذه الدنيا وهو خفيف، فلنعتبر نحن ومن كتب وصيته من الشباب قبل الكبار. فانتبهوا قبل هذه الرقدة التي سوف نرقدها، ثم نستيقظ في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. بارك الله فيكم أيها الإخوة، وجزاكم الله خيرا على هذا التعاون منكم جميعا، وبارك الله فيكم، والعزاء إن شاء الله يكون في المجد. إن شاء الله يكون كبار السن في المجلس، وأما الشباب إن شاء الله نحن سيكون البحث جاريا ما زال